بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الرفاق، أيها الرفيقات، الإخوة، الأخوات، عمال العالم، عمال الأحرار، عمال فلسطين، في هذه المناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، فإننا نتقدم لتحية امتداد وإخبار إلى اتحادنا الاتحاد الدولي للنقابات WUCP في اليونان. إننا نتقدم له على رأس الأمين العام جورج مافريكوس وإلى كل أعضاء هذا الاتحاد، كما تقدم من خلال هذا الاتحاد بتحية إجلال وإكبار وتهانينا الحارة بهذه المناسبة لكل العمال، لكل اتحادات العضو في هذا الاتحاد والسكرتاريات وأعضاء المكتب الرئاسي، وإلى كافة النقابات والاتحادات المهنية المنضوية تحت إطار هذا الاتحاد، الاتحاد الدولي أو الاتحاد العالمي للنقابات. إننا في الائتلاف النقابي طبعا نتقدم بالشكر والتقدير ونهيب بكل عمالنا عمال فلسطين بأن يكونوا على قدر من المسؤولية، خاصة في ظل وباء الكورونا الكوفيد-19، هذا الوباء المفتعل الذي افتعلته الأيادي الإمبريالية في العالم والرأسمالية التي تحاول استغلال هذا الوباء من أجل زعزعة العمال ومن أجل خلق وتعزيز الفقر والبطالة بين صفوف العمال، وفي إطار تعزيز قوة الرأسمالية العالمية. إننا في الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل النقابيين في العالم، إلى كل نقابات الأحرار الذين عملوا من خلال لجان الطوارئ، وعلى رأسهم أيضا ومن ضمنهم الائتلاف النقابي العمالي الفلسطيني الذي كان لديه باع طويل في عمل اللجان التي عملت على دراية أمور العمال ومساعدتهم وإرشادهم ومساعدتهم قدر في ضمن الإمكانيات المتاحة. إن عمال فلسطين باتوا يقعون تحت ظروف وتحت وطأة جديدة، إضافة إلى وطأة الاحتلال أصبح العمال يتبعون أو يعيشون تحت وطأة وباء الكوفيد-19. إن عمال فلسطين لا صحيح حقيقة لهم مثال في الصبر، مثال في القوة، مثال في المثابرة. من هنا فإننا نحيي عمالنا في فلسطين على صمودهم وتحديهم، إضافة إلى كل الشجاعة والمنشطات التي يقومون بها من أجل ردع كل تبعات هذا الوباء، وباء الكورونا. إننا في الائتلاف النقابي العمالي نود أن نعترف بأننا نستمد قوتنا من الاتحادات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات، وأيضا الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب والاتحاد الإفريقي. وإننا نحييهم في هذه المناسبة ونحيي كل موظفيهم وعمالهم العاملين من أجل عمال ليلا ونهارا. إن عمال فلسطين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر، حيث أن البطالة وصلت إلى 70%، ونسبة الفقر أيضا وصلت إلى نسبة موازنة من هذه النسب. كما أننا أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الرفاق، إننا نتحدث عن عمال فلسطين الذين يبلغ عددهم 1,100,000 وما يزيد عن ذلك من البشرية، من الناس الذين باتوا يتأثرون في ظروف الاحتلال أولا وفي ظروف وباء الكورونا ثانيا. إننا نهيب كل عمالنا أن يكونوا حريصين كل الحرص على حياتهم أولا، وأموالهم وأبنائهم وأطفالهم، وأن يكونوا حريصين جدا على مثابرة في العمل من أجل الحفاظ على لقمة العيش. من جانب آخر، فإننا في الائتلاف النقابي نهيب الحكومة الفلسطينية بأن توفر العديد من القضايا لعمالنا، وفي هذه المناسبة نؤكد على ما يلي. أولا، نأمل أن يكون هناك التزام من الحكومة بتقديم المساعدات الطارئة للعمال المحتاجين ولكافة عمال فلسطين، سواء العاملين داخل سوق العمل الفلسطيني أو داخل سوق العمل الإسرائيلي. أيضا نطالب الحكومة بإقرار العديد من التشريعات التي لم تقر لغاية الآن، وعلى رأسها المحاكم العمالية، إضافة إلى أننا نطالب بالعمل على إعادة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، هذا القانون الذي قام الرأسمال الفلسطيني بالسيطرة عليه وإزالته، وقاموا بمنع نشر وتطبيق هذا القانون. إننا أيضا نهيب بالحكومة الفلسطينية بأن تعمل على استغلال الأموال التي تم اقتطاعها من العمال الفلسطينيين، والتي قامت وزارة المالية الإسرائيلية منذ عشرات السنين بحسمها، وعمل على توزيعها
مناصرة بين النقابات الفلسطينية وبين السلطة الإسرائيلي. من هنا نطالب الحكومة بالعمل على استرجاع كافة هذه الأموال وضعها في صندوق وطني تشارك فيه كافة الفعاليات النقابية والحكومة، والعمل على صرف هذه الأموال وتسخيرها واستنفالها لصالح العمال الفلسطينيين. إننا في الائتلاف النقابي العمالي نطالب أيضا الحكومة الفلسطينية بالعمل على وقف استغلال المواطن وابتزاز المواطن من قبل العديد من الشركات، وعلى رأسها شركات الاتصال والبنوك الفلسطينية التي تحاول امتصاص دماء العمال من أجل تنمية الرأسمال على حساب العمال البسطاء والفقراء. إننا أيضا في هذه المناسبة نود أخيرا أن نرفع كل التحية والتقدير إلى القيادة الفلسطينية التي قامت وكدت من أجل وضع حد لوباء الكورونا، ولأننا بهذه المناسبة نطالب أيضا عمالنا بأن يكونوا حريصين كل حرص على احترام هذه التعليمات بما لا يؤثر على لقمة عيش أبنائهم، كما ونطالب باعتبار العامل الفلسطيني خط أحمر هو المورد الرئيسي للدخول في الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وتحية إجلال وإكبار إلى كل أحرار العالم، إلى كل عمال العالم، إلى الاتحاد النقابات العالمي WFTU، عاش الاتحاد النقابات العالمي WFTU، عاش الائتلاف النقابي العمالي، عاش عمال فلسطين، عاش فلسطين حرة عربية عاصمتها القدس الشريف.